فرح، أنا مش هننزلوا مرسى حد لذاتي. اشمعنى؟ مالك يا صوفي؟ ماليش يا حبيبي، أنا بس مرتاحة ومستغنية، مزاجي نقعدوا في البيت نطبخولك ونستنوك نتعشوا معاك. على راحتك يا صدف. أنت راحت يا فرح، وبعدين فيها إيه لما نرتاحوا لي ليلة عشان نقعدوا مع حبيبي؟ وبعدين بقى في الكلام ده كده هنقعد أنا كمان. لا أنت لا، المرسح بينور بصوت. بينور بيك بس حلو أصداف دي، أحن وأطيب من أصداف اللي بتجهز قبلي قبل ما تروح المرسح. مزاجي كده النهاردة، نفسي نقعدوا في البيت نروقوا نطبخوا لك نستنوك، نحسوا أني ست مستنية جوزها يرجع من شغله. بعدين أني منشتغل من وأنا عندي 15 سنة، فيها إيه لما نريحوا لي ليلة؟ عايزة تريحها على طول، أني مش هنقوله لأ. خليها تيجي بظروفها. هو أنا كبرت يا فرح؟ مين اللي قال؟ أنت زي القمر. يعني خطوتي لسه خفيفة وشكلي حلو على المرسح؟ وش بدر وجسم غزال. كذاب، بس هنحاول نصدقه. والمرسى أبو العباس ما فيه ستارة مرسح اتفتحت على حد في جمالك يا صدف. هتتأخر من كتر الكذب، يلا. أنا ما بنكذبوش يا أصداف. نزل البت مانجا مطرحي اللي نادي. مفيش حد مطرحك يا صدف. أكلتني ببلوزة وعجبتني يا ولا. عارف يا ولا، لو بصيت على واحدة غيري، لو بصيت طليت كده ولا كده، أنا هنخلعوا لك عنتينك الاتنين ونمشوك عنا ونشوفه بعينيك يا صدف. يلا يا بكاش امشي. خير يا ابني؟ هي أصداف فين؟ ما جاتش معاك ليه؟ هي عيانة ولا ايه؟ صوفيا هترتاح الليلة. ليه؟ سلامتها. هي عيانة؟ ناخد الولا سمير ونروح نشوفوها؟ طمنا فرح. لا مش عيانة ولا حاجة، الست عايزة ترتاح شوية، هي حرة. هي حرة وترتاح شوية. اه مالك يا فرح؟ فيك حاجة؟ ايه مالي؟ أصلك بتقولي ترتاح وحرة يا سبع الرجال، والمرسح ده مين هيشخلعه؟ أني وعمك بحر؟ والله الست قالت عايزة ترتاح وما تشتغلش الليلة، واستأذنتني وأني جوزها وافقت. ليك قول تاني؟ آه ليه أقول تاني؟ الجمهور اللي هيجي ده عشان يشوفها نقول له إيه؟ استأذنت جوزها؟ مانجا هترقص مطرحها الليلة، وكمان بتنقي مين اللي هيرقص مكانها؟ ليه؟ هو انت اتجوزتنا كلنا ولا ايه؟ ما بس بقى يا ابو صاطي، ده صوتك عليه خرام لي وداني. خلاص اهدى، في ايه؟ ما هو مينفعش كده يا بحر. لا ينفع طبعا، هو حر وهي حر، الراجل ما قالش حاجة غلط. يعني أصداف حرة وترتاح والجدع موافقة ومهودها واحنا نخسره؟ ده خرب بيوت. انا كمان حر مع اهل بيتي. اهل بيتك يا جدع تلهي. اسمع يا ابو صاطي، بصوتي حاف كده يا عديم التمييز. ايوه حاف، يبقى هات خمسك معاك. يعني انت سايب كل ده وجاي على خلاص يا بصوتي؟ بس يا ولا فرح اسكت يا ولا، خلاص بقى في ايه؟ الله، هتسكت ولا امشي؟ اصدف شريكه في المرسح ده واني جوزها، يعني لما هي تبقى في البيت واني موجود يبقى اني اللي شريكك، ولما تتكلم مع شريكك تتكلم عدل وتنقي الكلام. شريكي؟ ايوه شريكك. حقه يا ابو صاطي، هنقولوا لك ايه يعني؟ جوز شريكتك يبقى شريكك. ما قلناش حاجه يا سي علي، بس الاحترام حلو برضو. عيب انا اكبر منك في السن، يعني هتعرف تحترم اللي اكبر منك ازاي؟ تقول لي يا ابو صاطي حاف كده؟ بقول له يا عم ابو صاطي، بقول له يا عم ابو صاطي عشان بتنقح علي. قول له، قول له، قول له يا ولا عمك ابو صاطي. طيب قول له عم ابو صاطي. تمام تمام، تستغل طيبت انت يا بحر. ماشي ماشي.